نظرا لطبعها الإنساني، ولكن لا بد من كلمة تقال في حق المرحوم. وبطبيعة الحال لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السعد قادر بزدار رحمه الله فقدنا فيه الأخ والسند والصديق. السعد قادر رحمه الله الإنسان فقدنا فيه طيبوبته، فقدنا فيه كتمانه للسر، فقدنا فيه بساطته وتواضعه مع الجميع. السعد قادر رحمه الله الإداري سبقنا بسنوات في المهام الإدارية، وكان بطبيعة الحال مرجعا لنا، يعني كلما اشتد علينا أو كلما يعني حلت نازلة وأردنا أن نتشاور ممن مع نتشاور معهم نتشاور مع السعد قادر بزقرة رحمه الله. السعد قادر بزقرة المناضل، وهذا الجانب فيه لا يعرفه الناس كثيرا، يعني في مجموعة من المحطات النضالية التي كنا يعني نخوضها كإدارة ربوية، كان السعد قادر بزقرة تجده دائما في الصفوف الأولى. يعني الكلام يعجز والعبارات يعني لا تسعف في الاسترسال، ولكن نقول لأسرته رحمه الله تعالى وعزاؤنا وعزاؤكم واحد أسرة.